وعليكم السلام. ما شاء الله ما شاء الله حلقنا اليوم ان شاء الله نصبح واحد حلوه زوينه. دوز المقادير بسم الله ندوز المقادير فيها غير هادشي مازال نبداو دابا بالعجينه. نبداو بالعجينه. عندي هنايا الرابعه ديال الفورس 250 غرام الفورس 125 غرام نص رابعه الزبده داك المزيانه ديال الماكله على حسب. وعندي شويه الماء ناخذ غير المعلقه وواحد الكاكاو باش ندير لها ندير له اللون. بسم الله شويه ديال الملحه شويه ديال الملحه ناخذ هذا نبداو بسم الله ناخذ هذا ونصور ندير فيه الفورس ديالي. دابا هو مغربل اليدين مغسولين كلشي واجد. ندير هذا الكاكاو باش يدخل ليا مزيان في الفورس نخلطو مزيان بحال هكا باش مش متكبتش. ثاني يجيو يعجنوها ويجيو مساهله ما يبقاش لهم العجينه شي فيه الكاكاو شي ما فيهش. درتي الملح ندير شويه الملح هنايا وغادي ندير هاد الزبده ونخدمها مزيان. الزبده على الحراره المطبخ ها هي شتي كتجي سهله تعني تعجن. وهي زبده الماكله ديال اللي كان واحد الحاجه ممكن يستعملوا اي زبده هذه كتعطيها مذاق زوين وصافي مذاق زوين ودغيا كتدخل في الفرص. خليك تدخلي داك الزبده في هذا ونرجع لك سمعتيها. اه صافي هي دخلت فيها داك الزبده كلها شتيها. دابا غادي ناخذ الماء الا خفتي تفوتي الماء ولا شي حاجه تعبري بالمعلقه. انا غادي ندير غير هكا صافي الماء دافي في جهد لي تجمع العجينه وصافي. آه غير على ما تجمع انت غير شو بشويه بشويه الماء ماشي بالضروره يكون دافي ممكن يكون عادي حيت راه الزبده لينه هذيك ملي كيكون الحال بارد بزاف كتكون باقا تسخن. هادشي شي شويه دابا حنا الزبده عندنا بحراره المطبخ يعني ميحتاجش صافي كتجمع العجينه صافي ما يزيدوهاش مازال الماء. دابا نزيد واحد شويه عيد من بحال واحد المعلقه نقول لك شحال درت تقريبا شي نص كاس ما كاملش. هذيك راه كاس صغيور تقريبا جوج معالق كبار حتى ثلاثه د المعالق نص المعلقه تبقى تعبر بالمعلق حسن حيت دابا الزبده انواع يعني داك اللينه دغيا كتجمع كاينه الاخرى ديال التوراق كتجي كتجي شويه ناشفه ناشفه حتى الماء باش اش قلنا لهم الماء حسب حسب الخليط انت هو تجمع صافي. شتي صافي ما يزيدوهاش مازال صافي هي هذيك هي شتي صافي ندوزو للتطبيق صافي ان شاء الله ندوزو للتطبيق تمام بسم الله. دابا اللي غنحتاجو هما هادو نبداو دابا. اه غنبداو هاد اللي كنشريهم عند ما لينا اللي هذيك لوازم الحلويات كيف هذيك الشيء الحلويات والكويغطات وهذا كيكونوا عندهم ها هما اللي ما عندوش او ما عندوش فين يشريهم او ما كاينش في البلاصه فين ساكن ما عندوش فين يشريهم راه كندير واحد اللعبه عاوتاني بحال هكا كناخذ هاد بابي الومنيوم بحال هكا كنطوي من هاد الجهه ومن هاد الجهه كنطوي من هكا وتنصنع فيه بحال هادي بحال هكا بحال هكا كتجي بحال هاد سميتو وتندور لها هاد بابي سيلفيزي باش يكون صحي هذاك باقي ماشي صافي هكا راه كنوع عليها العجينه كتسد كيما ورينا العجينه كتجي غير بحال هكا باش كتلقاي كيفاش تجريها هذه بديل هذه وهادو راه كاينين موجودين دابا كلشي موجود. دابا تسورينا وحده في هذه واخا غادي تجي نبداو نبداو العجينه دابا هاتي هي يا ما كترتاح ما والو غادي يخدموا بها نيشان ديك الساعات صافي غادي نفرقها على جوج ورينا غير شي وحدات ونخليك تكملي واخا نرجع ان شاء الله كنسخنها شويه بيدي حيت هي فيها مع الزبده كتسخن كتجمد يرقوا ما يخليوهاش غليظه باش ما تجيهمش داك الكيخصها تكون رقيقه ملي طيبوها ما تجيهمش غليظه. واخا هي ما فيهاش الخميره يعني ما كتنفخش في الفران الفخ ما فيهاش الخميره كتجي واعره فيها النسمه ديال هذا الكاكاو كتجي واعره كتجي زوينه. سرحتها دابا كنقيس عليها
كنحط هذه هكا باش كنقيس عليها شحال غادي نقطع، شتي حيت كيخصي يبقى تبقى هذه ما تجيش عامره، غير حد هكا باش يبقاو كيدير يسحبوا ال اذا كنقيس هذه ونقيس كل شيء عاد كنبدا نقطع، حتى نبدا نقطع بحال هكا غير بهذه كنقطع. انت شتي دابا شويه الفرص باش كتساعدنا لما ساعدتوش يدير لها شويه ديال لا ما ساعدتوش نتا شي الفوت انت شتي راه كتسحل تقلع نقطع شي شويه هكا باش تجي مقاده انت بحال هكا شتي بالنص هاد الوعي عليها سهله 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 حتى كتحسي بها العجينه كتسهل وصلات الراس الراس نيشان كنقطعوها العجينه كتساعد كتساعد واش منها زعما اه حيت مع الزيت كتعذب شتي دابا الا بانت ليا غليظه دابا يعني هي هذيك دابا انت شتي هي هذيك تبي تنورك عليها بحال هكا هادي كنحطها في لاطاب بداك البلاصه اللي محلوله اللي محلوله انت بحال هكا كنعاود ثاني نزيد هذا راه فيه كتساعد شتي كي كيتكلك ملي كتوركي عليها كتساعد كيدخل باش كطيح هادي لاطابت كتحيد بسهوله حنا نوريك ان شاء الله بغيتي نوريك هذه ها هي نوريها ورينا هذه باش نمشي نخدم في الخاطر باش نوريك كل شيء باش نخدم بحال الاخرى وصافي بحال الاخرى بنات نشوفوا اللي من الطيب درتها شويه غليظه تجيني شويه عدد تبريمه اللي تبرمت شويه غليظه كثرت هذيك تشتي جات زوينه هي كطيب راه كتبان صافي نكملوا ان شاء الله نكملوا ان شاء الله بحال يحاولوا يسدوا هذيك البلاصه اللي محلوله يسدوها بصبعهم مزيان ما يطرا لها العجينه شويه صلبه خاصها تسد مزيان باش تسد تشتي تنوركوا عليها مزيان بحال هكا باش كتسد وكنحطوها على الجهه اللي ملقاها صافي نخليك تكملي ونشوفوا الفران كنعاود نعاودهم بسم الله ما وجدوا غادي نديروا الحراره بحال كطيبوا صابلي متوسطه فوق وتحت صافي ان شاء الله يوجدوا ان شاء الله نرجع لهم خرجتيهم اه ما خرجتهم شتيهم هما واجدين اه شتي وبردوا ملي كيبردوا ضروري يبردوا اه صافي تنبداو نحلو مع بسهوله كنوركو على واحد الحال لهاد البلاصه كتتيري صافي تتبدا تجري بحال هكا صافي كنخرجوها غير بشويه باش ما تهرش غير بشويه شتيها عندك الشرف فيها نعاود نخرجو الاخرى صافي هكا تنخرجو من كلهم دابا المهم ضروري تبردو صافي هادي اللي قلت لك ديباناج كي قلتي نتيا شتي دوش هادو او ما لقاش فين يشريهم مي هما كاينين كاين ما عندناش عدد كبير كاين ديباني كان ديباني بهاد شتي صافي دابا غنعاودني نعمر هادو حيت ما عنديش بزاف غير عشر الحبات غنعمرهم وندخلهم متى من حسن الحظ انهم هما دغيا كيطيبوا دغيا كيطيبوا دغيا كيوجدوا نعمرهم ونعاود صافي ان شاء الله ندير نقولك باش نعمرهم واخا دابا خصنا نديرهم هما واجدين دابا غادي ندوز باش نوريك باش نعمرهم عندي هنايا 50 غرام ديال الشكلاط انت شتي ديال الماكله وعندي هنا غادي ناخذ هنايا 3 المعالق ديال نيسلي كراميل وغناخذ هنا 2 معالق ديال القهوه سريع الذوبان او المقطره اللي كان بسم الله دابا غادي ندير وهذا نحتاجو هذا فاش غنفند هانتي هذا هو فاش غنفند الشكل ديال الحلويات وهذا ديال الماكله هذا الشكل يكون مزيان باش تجي زوينه ديال الحلوه زوينه انا غادي ندير هذا يدوب دابا معلقه باش ندير هاوي هي هي فيها الشكلاط بلا ما نعبر لا جوج معالق معبورين عبرتهم زعما باش يبانو لهم هذاك الشيء علاش لا لا عبرتهم 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 معبورين بسم الله دابا غادي ندير هنا دابا نقص عليها العافيه تنقص لك البوطه نقص العافيه مزيان
صافي باش ما يتحرقش. دابا هذا علاش هو كيوجد هو الاول باش يبرد خصو يبرد ويتقالي يولي بحال شنو نقول لك ايوا يعني يولي معلك باش نقدروا نعمروا به. اييه باش اش نسبقوا بعدا كنحرقوا باش ما يمشيش يتحرق مع المقله ما كتحرق هذه الكاسونه ما كتلصقش ما يتحرقش بشكل اخر. الا كانت الكاسونه ما كتلصق غديري في البار مالي حمام مريم صافي نحلو هذاك كتحل مزيان نسلي حتى انا البوطه كلها حنا غناخذ غير ثلاثه المعالق لا غادي ناخذ فيها غير ثلاثه المعالق غنحرك لك هذا انا نرجعو بما حليت حيتو على العافيه باش ما يتحرقش غير دغيا صافي نطفي غير طفي ناخذ هنايا ثلاثه المعالق ديال الكراميل انا علقه جوج كاسه يخلطو مزيان ونخليه حتى يعقد مزيان حتى يبدا يدمج شي شويه باش ملي يديرو في القوال بدا هادوك باش ما يسرحش يقدو يديرو كاع في الثلاجه باش ما يسرحش الاحسن باش يبرد لهم مزيان يديرو في الثلاجه صافي نخليوه يبرد ونرجعو باش نشوفو كيفاش هانتي هذا دابا دخلت الثلاجه حتى ولا حتى عقد هانتي هذا كيكون جاري خصو يكون بحال هكا باش يشد لينا لداخل هانتي ودابا غادي نوريكم واحد التقنيه باش ما يبقاش باش ما يخرج لناش ملي نكونوا كنعمروا. انا عندي هنا شويه ديال اللوز الصبع عندي في الدار اللي عندك في الدار كاوكا ولا جنجلان ولا اللي كان كنخلطوا معاه شويه ديال حتى الكوك الى عندهم حتى الكوك اللي كان غير باش يولينا واحد العقيده واحد هكا باش نشدو به الجهه باش انت عاود تشوفي تبعي معايا غادي ندير غير شويه ديال نيسلي باش نخلطو ميكتوش باش ما تجيهمش هذيك سميتو باش غيسدو حتى هي جاريه حتى تكون قاصحه نخلطو مزيان باش والاخر شنو هو هذا لوز كاسي ولا كاوكاو كاسي ولا لوزي فيلي اللي عندك حتى هو الزين عندك ما تزيني بها انا نوريك كيفاش انت بعد ما خلطت دابا هادشي انت غادي ناخذ واحد شويه واحد الكويبره صغيره بحال هكا غير هادي غير باش تشدي هاد البلاصه هادي باش ما يخرجش بوشونه بحال بوشونه باش ملي كنكونوا كنعمروا ما كتخرجش لينا صافي غادي نبدا نعمروا هذاك الكراميل اللي حنا صوبنا هو بالشوكولاط دابا انا غادي نديرو في هاد ديرو في هذه عندي هذه وانت شوف اللي عندك داك اللي بواش اللي كان حتى هذه الشيء اللي هزيتيها للفوق حتى هذيك الا كنت حتى هذيك راه كتعمر انا نديرو في هذه باش تجيني ساهله نهزب هذه ولا سميتو نجيب الحلواني انا قلت لك انا اللي كان شتيها انت بلاتي ولينا ها هي حتى كنعمروها حتى كنحس بها عمرات مزيان الا عمرات يخليو غير واحد شويه باش يعاود يسدو الجهه الاخرى الا ما عمراتش شويه هاد المعلقه كنعاود نزيد نعمر لكن الكبيره نعطيها لكل هذيك قضيه غير صافي غير هذه تقضي الغرض حتى هي عمرات شتي ملي كنعمرها بحال هكا كنعاود ندير نفس العمليه كما درنا في الاول كنعاود نهز واحد شويه من هاد اللوز اللي فيه كنعاود نسدو به هاد البلاصه هادي شتي يتاكدوا ما تبقاش شي بليصه باش ما انت شديتها انت شديت عليها شتيها ولينا هاي دابا ما يخرجش شدو دا من لهنا ومن لهنا ما يخرج ما والو صافي كنغسل هنايا كنلوح في الشكات كلها نغطيوها بالشوكولا كلها تغسل في الشكلاط وهاد الشكات قلت لك كيما قلت لك راه ديك الماركه مزيانه تيجي غزال كنت تيجي صافي ديال هانتي صافي هادشي كيخصو غير بشويه سير دابا غادي نديرها في هاد الكوبيرات باش نلقى كيفاش نفينيها سي ولي قدو تيساليو كاع يفينيوها على خاطرهم تا كيما بغيتي ديريها في هذا حتى هذا وانت اللي بغيتي المهم غير باش نبين لك بان عاد غنفينيها سي مزيان حيتي لهداك الفائض بالشكلاط غادي ندير هذا دابا في هذا نفند هذا دابا في هذا اللوز ياك
ندير لها بحال هكا. يعني انا باغي باش نوريكم دغيا هانتي شتي، ندير لها بحال هكا هانتي شتي. الجهه الاخرى، الجهه الاخرى صافي. كنخليها حتى كتجمد. دابا غير ما بغيتش باش ضروري ندير لها هاد هاد اللوز قبل ما تجمد كلها، ولا لا جمدات كلها حشي لها داك الراس. دير لها باش ما تجيكش باش ما تعذبيش منين تجمد كلها، دير هذا الراس في الشوكولاط وتغطسيه صافي. انا نخليها حتى تجمد ونوريها لك. واخا بارك الله عليك. بارك فيك. حليوه وجدات. اي وجدات ان شاء الله نشوفوها. اها تبارك الله زوينه عادي، هي اقتصاديه ماشي زعما شي حاجه اللي هي دابا نضر زوين. حتى المذاق زوين، انا تنجمعهم بجوج، تنبغي حتى المذاق يكون زوين. يعطيك الصحه. هادشي اللي كان. المهم هذه بريستيج للسيدات اللي عز عليهم هاد الحلويات ديال الشوكولاط، وفي نفس الوقت ما فيهاش البيض، ما فيهاش غير هي واحد شي شويه اللي كتشد اليد حتى داك القصيبات، خصوصا الا كانوا عندهم قلال بحالنا حنا. اللي عنده كثار راه كيصوبهم كلهم زعما مره وحده. هاد الحلوى ما كيتصوش فيه واحد الكميه بزاف، كنزوقو بها بلاطو ولا طبيصل هكا العيد. داكشي اللي كيكون ساهل فيها هو ان الكميه ديالها القليله، ولكن المذاق ديالها رائع جدا. ان شاء الله يذوقوه وغادي يعجبهم. حلي لنا وحيده اللي عندهم هادشي يلعبوا فيها، يديروا فيها حوايج اخرين بهاد الشكل. حليلنا وحيده نشوفوها من الداخل. ولكن غنحلوها نشوفوها باش تعرف فيها بينا مقرمشه وعامره من الداخل. انت شتي وطيطبه كتجي فنه داك الشرقي. الدراري تتعجبونا، عندهم هذه الدراري عندهم هذه مفضله. بغينا نصوب فيها غير شي شويه الشكل بها الطبيله ديال العيد. داكشي اللي كان. المهم شكرا على الاقتراح ديال اليوم ماما. فرصه اخرى ان شاء الله. الله يعاونك. وصلنا لنهاية الحلقة. إلى طبقتوا الوصفة بعتونا بالصور على المواقع اللي غتلقاو الروابط ديالها في صندوق الوصف، كذلك الاشتراك بالنسبة للزوار جدد والضغط على الجرس لتوصلونا بكل ما هو جديد على قناة سيدة الدار. وإلى اللقاء.